طيب، احد الكونتنتس اوف ذا انفرا تمبرال فوسا او انفرا تمبرال ريجون كان ارتريال كونتنت اسمه ماجزيلاري ارتري. جاي منين الماجزيلاري ارتري؟ احنا بنرسم الرسمه بتاعتنا، الرسمه المشهوره، رسمه النورمال لاتراليز. ادي السي شيب الكبيره ورقم 3، وادي الاوربت وتحتيه فورامن صغير انفرا اوربيتال فورامن، وادي اليو شيبد ماجزيلا، ومن هنا الماستويد بروسيس فالاكسترنال اوديتوري ميتاس فالستايلويد بروسيس، وفي قلب الركن ده هيكون في عندي المندول الماجزيلاري ارتري. انا عاوز اتكلم رؤوس البوضعات بتاعتي، البيجيننج والكورس والريليشن والاند، ثم الاند او الترمينيشن، ثم البرانشز. البيجيننج بتاعي انا برسم الارض اللي هيتحرك عليها الماجزيلاري نيرف، ده كان المندبل، والمندبل كان هنا حط انسرشن في العضله المشهوره اللي اسمها لاترال تراجويد، حاطط الانسرشن بتاعها في الفرونت اوف ذا نيك اوف ذا مندبل في المنطقه المعروفه باسم التراجويد فوفيا. الماجزيلاري ارتري البيجيننج بتاعه ارتري كبير جاي من النك اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. الارتري ده مشي ورا الانجل اوف ذا مندبل ومشي على الميديال سايد اوف ذا نيك اوف مندبل. عند هذه النقطه بالظبط، عند الميديال سايد اوف ذا نيك اوف ذا مندبل بيهايند ات، هيطلع الماجزيلاري ارتري. الماجزيلاري ارتري يمشي كورس من 3 بارتس، الفيرست بارت اللي هو الهوريزونتال بارت، السكند بارت اللي هو الاسندنج بارت، الثيرد بارت اللي هو الهوريزونتال بارت. الفيرست بارت اللي هو الهوريزونتال بارت ده ماشي هوريزونتالي فوروردز at the medial side of the neck of mandible، من behind the neck of the mandible يمشي على الميديال سايد لحد ما يصل لللور بوردر اوف ذا لور هيد اوف ذا لاترال تريجويد. ثم السكند بارت، السكند بارت هيمشي بتوين ذا تو هيدز اوف لاترال تريجويد مسل. الثيرد بارت هينغمس ديبت بتوين ذا تو هيدز اوف لاترال تريجويد ويدخل منها على التريجو بص الى مجموعه الانفرا اوربيتال ستراكشر، الفيشر الاول حاجه الفيشر، فعندي فالجروف فالكنال فالفورمن، ده اللي هو الثيرد بارت، واخيرا الكونتريويشن بتاعه بيكون في الفيس. دولت الثلاثه بارتس من اجزاء الماجزيلاري ارتري. نلاحظ ان الماجزيلاري ارتري اللي قسمه الى ثلاثه بارتس هي اللاترال تريجويد مسل. طيب الماجزيلاري ارتري ده بيدي برانشز، من الفيرست بارت يطلع برانشز، من السكند بارت يطلع برانشز، من الثيرد بارت يطلع برانشز. ده الاكسترنال كاروتيد ارتري، دي اللاترال تريجويد مسل، دي المجزيلا، ومجموعه الانفرا اوربيتال ستراكشر، انفير اوربيتال فيشر، الاوربت قدام منها، ثم ادي المجزيلاري ارتري كان ماشي، الفيرست بارت اللي هو الهوريزونتال، السكند بارت الاسندنج، الثيرد بارت اللي هو الهوريزونتال. الفيرست بارت اللي كان ماشي هوريزونتال من بدايه الاكسترنال كاروتيد لحد ما يصل لمين؟ لبتوين ذا تو هيدز اوف ذا لاترال تريجويد. الفيرست بارت اللي هو الهوريزونتال بارت كان كل البرانشز اللي خرجت منه كانت رايحه للفورامينا القريبه منه. السكند بارت كل البرانشز اللي خرجت منه ده اللي عدى على قلب المصل دخل بتوين ذا تو هيدز اوف ذا لاترال تريجويد، فكانت البرانشز اللي خارجه منه كلها ماسكولار برانشز للمسلز اللي ريليتد لهذه المنطقه. اما الثيرد بارت اللي دخل في التريجو بلاتاين فصة ودخل في الانفرا اوربيتال فيشر فالجروف فالكنال فالفورامين، فكان كل البرانشز اللي خرجت منه كانت رايحه لفيشرز وفورامينا. طيب ناخد الفيرست بارت، هيديني خمسه برانشز. اول برانش كان اسمه اكسسوري مينينجيال ارتري، كان دخل للفورامين اوفال ومنه للميدل كرينيال فوس. البرانش الثاني كان اسمه ميدل مينينجيال ارتري، دخل في فورامين اسمه فورامين سباينوزم ومشي على الميديال سايد اوف ذا نورمال لاتراليز، بالظبط هيتفرع لفرعين اثنين، الفرونتال برانش والبارايتال برانش، يعني الانتيريور والبوستيريور، وما ننساش ان الفرونتال برانش ده كان ريليتد للمنطقه المعروفه باسم التيريون. البرانش الثالث كان رايح لفيشر، الفيشر ده اسمه سكويمو تمبانيك فيشر، ده في النورما بيزاليز اكسترنا. الفيشر ده اللي اسمه سكويمو تمبانيك، الشريان اللي طلع من الفيرست بارت اوف ماجزيلاري كان اسمه انتيريور تمبانيك ارتري. اما البرانش الثالث فكان راح لفورامين هو الاكسترنال اوديتروميتاس، وكان هذا البرانش اسمه ديب اوريكولار ارتري. الاربعه دول طالعين لفوق، الخامس والوحيد اللي نازل لتحت وكان اسمه انفيريور الفلر ارتري، فدخل لكنال اسمها مانديبولار كنال، فتحتها من الميديال سايد اوف ذا ريمس اوف ماندبل اسمها مانديبولار فورامين، فتحتها الثانيه من بره اسمها منتال فورامين. من الملاحظ ان لما نيجي نبص لاسماء
هذه البرانشز هنجد ان اول حرف من كل كلمة لو اخدناه مع بعض هيطلع لي كلمة ميادة. فعندنا هنا الميدل منينجال ارتري ام، بعد كده الاي اللي هي في عندي اكسسوري منينجال ارتري، في عندي بعد كده انتيريور تيمبانيك ارتري، ديب اوريكولار ارتري، واخيرا الانفيريور الفلار ارتري. الانفيريور الفلار ارتري كان بحرف الاي، يبقى الام الاولانيه ميدل منينجال ارتري، بعدها اي انفيريور الفلار ارتري، بعدها ايه اللي هو اكسسوري منينجال ارتري، بعدها دي اللي هي ديب اوريكولار ارتري، بعدها A اللي هي الانتيريور تيمبانيك ارتري. دي كانت البرانشز اللي خرجت من الفيرست بارت وتحمل اسم ميادة، وكانت كلها رايحة لفرومينال او فيشرز. السكند بارت اوف ذا ميدل منينجال ارتري اللي هو كان غاص بتوين، اللي هو كان ماشي على اللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال تريجويد، ومرات في بعض الاحوال بيكون بداخل السبستانس اوف ذا لاترال تريجويد، بيطلع كله ماسكولار برانشز، فمنها تمبرال ارتريز وماسيتيريك ارتريز، ده من فوق، ومن تحت التريجويد والبكال ارتريز، وده كده عددهم اربعه، يبقى اربعه وخمسه تسعه ارتريز. هيتبقى لي عدد ست ارتريز خارجين من الثيرد بارت. الثيرد بارت اللي هو ديبس غاص بتوين the two heads of the lateral trigoid، ودخل منها لهذا الدبريشن اللي هو بيراميدال ان شيب واسمه تريجو بلاتين فصة. وما ننساش ان تريجو بلاتين فصة كان فيها فتحات فيشرز وفورامينا تؤدي الى الاتصال بالارياز اللي حواليها. فكان الارتريز اللي خارجه منها كان الكونتينيويشن اوف ذا ماكسيلاري ارتري اسمه الانفرا اوربيتال ارتري، وكان ده عدى من فورامين اسمه انفرا اوربيتال فورامين. كان هذا الانفرا اوربيتال ارتري بيتفرع الى ثلاثه برانشز زيه زي النيرف، بالبيبرال ونيزل وليبيال برانشز. طيب في بعد كده تو ارتريز يحملوا اسم بلاتين ارتريز، واحد اسمه الجريتر والتاني اسمه ليسر بلاتين ارتريز، بيعدوا في فورامنا يحملوا نفس الاسماء جريتر وليسر بلاتين فورامنا. نذكركم ان هذه الفورامنا كانت موجوده في البوسترولاترال انجل اوف ذا هارد بلات. طيب في ارتري تاني طالع للسفينوبلاتين فورامين، السفينوبلاتين فورامين دي كانت واصله توصل التريجوبلاتين فصة بالنيزل كافيتي، فيسموا الشريان اللي ماشي فيها باسم الفورامين فيسموه سفينوبلاتين ارتري. الشريانين اللي بعد كده اسمهم سوبيريور الفلار ارتريز، يبقى بالتاكيد رايحين للمجزلة. ادي عندي واحد انتيريور سوبيريور الفلار اللي هو ده، والتاني اللي هو البوستيريور سوبيريور الفلار اللي هو ده. من الملاحظ ان بالنسبه للارتريز انا عندي اثنين سوبيريور الفلار، واحد انتيريور وواحد بوستيريور، اما بالنسبه للنيرفس فكان في انتيريور وميدل وبوستيريور سوبيريور الفلار ارتريز. طيب من الكونتينتس اوف ذا انفرا تمبرال فوسا هنجد بلكسس اوف فينز اسمها تريجويد بلكسس اوف فينز. اين تقع الرسمه السريعه للهيد اند نيك؟ ديت الباروتيد جلاند، نلاحظ انها قاعدة على اللاترال سايد اوف ذا ريموس اوف ذا ماندبل مباشرة تحت الاوريكل. دي تريجويد بلكسس اوف فينز، ده دياجرام مبسط يمثل شكل هذه البلكسس. مما تتكون هذه البلكسس اوف فينز؟ هذه البلكسس اوف فينز عبارة عن مجموع الفينز اللي ماشية مناظرة للبرانشز اوف ذا ماكسيلاري ارتري. الفينز وهي راجعة تتجمع مع بعضها وتعمل شبكة فينز. هذه الشبكه توجد في الانفرا تمبرال ريجون مباشره على اللاترال سيرفيس اوف ذا لاترال تريجويد ماسل او انسايد ذا سبستانس اوف ذيس ماسل. هذه البلكسس اوف فينز لها كوميونيكيشن مع السراوندنج فينز بالطريقه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. من البوستيريور اند بتاعتها بيخرج الماكسيلاري فين وهيتصل بيه السوبرفيشال تمبرال فين علشان يكون من هنا من ورا الريترومانديبرال اللي هو البوستيريور فيشل فين اللي كان دخل انسايد ذا سبستانس اوف ذا بروتيد جلاند وتفرع في قلبها الفرعين اثنين انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. كان الانتيريور ديفيجن اتحد مع الانتيريور فيشل وعمل الكومن فيشل، وكان البوستيريور ديفيجن اتحد مع البوستيريور اوريكولار وعمل الاكسترنال جاجولار فين. ده كان اول كوميونيكيشن من التريجويد بلكسس اوف فينز مع السراوندنج فين. الكوميونيكيشن الثاني
كانت مع الكافيرنس ساينس. واحنا عرفنا قبل كده مين هو الكافيرنس ساينس، اللي هو فينس ساينس، كبير فينس شانل قاعده انسايد ذا كرينيال كافيتي، وهي المصرف الرئيسي للسيركيوليشن، الفينس سيركيوليشن من داخل الكرينيال كافيتي الى بره الكرينيال كافيتي. هذا هذا الكافيرنس ساينس له اتصال مع الترجويد بلكسس عن طريق الميشيل فينز، يمشي عبر الفورامين اوفال. لا كوميونيكيشن اخر الترجويد بلكسس مع فين كان رايح يوصل بالكافيرنس ساينس بالاوربت اسمه انفيريور اوف سيلميك فينز. هذا الكوميونيكيشن كان عباره عن ام ميشر فينز، يمشي من الترجويد بلكسس مباشره للانفيريور اوف سيلميك فين عن طريق الانفيريور اوف سيلميك فيشر. انذر كوميونيكيشن بين الترجويد بلكسس اوف فينز مع الانتيريور فيشل فين كانت عن طريق الديب فيشيال